السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء في كل مكان، الأصدقاء والأحبة والإخوة والأخوات، نتمنى لكم أنكم تكونوا إن شاء الله في أمن وأمان من هذه الجائحة الكورونية اللي هي بتحاول تحدد حركتنا في العالم اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. الكلمة اليوم معكم هي من هو المدير؟ كلنا عايزين نبقى مدراء، كلنا عايزين نخش لما اتعلمنا واحنا صغيرين في المدارس ان كل واحد عايز يخش الجامعه عشان عنده وظيفه ويقعد على كرسي ومكتب ويدير. ودي ثقافه احنا اتعلمناها وللاسف يعني زمان من 50 60 سنه، وهي ثقافه خاطئه. فاليوم انا بتكلم معاكم عن من هو المدير وانواع الاداره، وبشكر الشباب اللي ساعدوني اللي هو علي الشوا ومحمد يوسف الإخراج الفني، وإيه الفرق بين المدير والمشرف العام والموجه والمرشد ورئيس المؤسسة إلى آخره. فمش كل واحد بيدير بيبقى مدير. في هذا التعريف البسيط أنا ببسط الأمور جدا علشان ناس كتيرة بتخش في التفاصيل تتعب المستمعين. في حاجة اسمها مدير تنفيذي، يعني اللي هو بينفذ البرامج واللي بيتابع الشغل بطريقة يومية، سواء كان مشروع أو برنامج إلى آخره أو مبادرة إلى آخره. فمدير التنفيذي اللي انتم بنسميه بالإنجليزي اللي هو الإكسكتيف مانجر أو المانجر، هو أو هي المسؤول عن إدارة العمليات التنفيذية في المؤسسة أو في الجمعية أو حتى في الجامع إلى آخره، أو حتى في الكنيسة إلى آخره. يبقى الأسيس والإمام دي دور، والمدير التنفيذي اللي هو مسؤول عن المبنى وعن الهيكل وعن الموظفين دي دور تاني. احنا مشكلتنا يا شباب ان اغلب الاشياء اللي احنا بننقلها في الإدارة، علم الإدارة، جاية من الغرب، فالتسميات بتاعتهم لها معنى غير التسميات بتاعتنا. اما بالنسبة لكلمة دايركتور اللي انا كتبها بالاحمر دلوقتي، او مانجينج دايركتور او التشيرمان أو اللي هو Chief Executive Officer، دول مدراء لا يمارسوا الإدارة التنفيذية اليومية بالحرف، ولكنهم يوجهوا ويشرفوا ويديروا الإدارة العليا فقط، يديروا الإدارة العليا فقط. بمعنى لو احنا بنتكلم على واحد اسمه اللي هو Chief Executive Officer، ده فقط يكون إدارته للمجموعة المدراء الكبار فقط، ولا ينزل للصفوف الدنيا. يعني هو موجه. كلمة دايركت لما أتكلم عنها، ليه؟ لأن الأمور دي حصلت وأنا عشتها، وكنت أنا في أحد الجمعيات إن جالنا أحد المستشارين وحول فكر الشباب ما بين عشية وضحاها من ان انت مانجر. ليه يعني انت ليه مانجر؟ يعني مدير انت تبقى دايركتور. فالشخص اللي ما عندوش كفاءة ان يصبح دايركتور يعني مدير كبير، حط على باب الغرفة بتاعته كلمة دايركتور وشال كلمة مانجر. فرق كبير جدا من الاثنين. كلمة مانجر بالانجليزي يعني انت ماسك مجموعة من الناس بتديرهم، تدير امورهم اليوميه. مدير بتوجه، جاي من الدايركشن اللي هو التوجيه الى اخره، او المشرف العام او الموجه العام الى اخره الى اخره. ده بس عشان اشرح ليه، لان انا تعبت كتير جدا سنوات عديده زرت فيها مؤسسات، سواء كان في بريطانيا او خارج بريطانيا، اجد ان المدير الكبير قوي ده بيعمل حاجات مش بتاعته خالص، او مش بتاعتها، مش مكلف انه يعملها. انا في ناس تحتيه مفروض هم اللي يقوموا بمثل هذه المهمة، وللأسف يعني. فلذلك انا هتكلم معاكم في خصائص شخصية المدير الكبير. انا بقول للإخوة اللي بيشوفوني، ارجوكم وخشوا على الزوم علشان الشرايح تقروها معايا، عشان الشرايح تقروها معايا. قبل ما اخش في 16 خاصية اللي انا كاتبها، انا هتكلم على خاصيه الثقه. يمكن انتوا لو جاتوا في الافتتاحيه او في الكلمه الاولى لرئيس اكبر دوله في العالم، قال كلمتين، قال ان انا هعيد بناء الثقه مره اخرى،
ثقة الشعب فيا وثقة الشعب في الحكومة، دي نمرة واحد. والأمر الثاني هأعيد بناء شخصية الدولة اللي أنا أترأسها هي الولايات المتحدة الأمريكية. هو أول كلمة أنا يا شباب الثقة، الثقة، الثقة. لذلك أنا بفرز الثقة دي بحطها لوحدها كأحد خصائص شخصية المدير الكبير. المدير الكبير اللي بيدير مؤسسة، بيدير شركة، اللي بيدير كل هذه الأشياء. الثقة في إيه بقى؟ الثقة في نفسه، هو يكون واثق في نفسه، ما هيدير إزاي؟ ما يبقاش متردد. الثقة في مقدراته، يكون عنده القدرة على الإدارة، أو تكون عندها القدرة على الإدارة. الثقة في الناس اللي حواليه، مش يقعد يشك في ده وده، وما يخش معدي عليهم، لا ده بيتكلم، ده بيتكلم عليا ولا مش بيتكلم عليا، إلى آخره. اللي عاملين في المؤسسة، الثقة في إيه؟ في الأهداف ورسالة واستراتيجية المؤسسة ورؤية المؤسسة، عشان يقف كده قوي أو تقف قوية وتدافع عن الأهداف والرؤية والاستراتيجية والسياسات بتاعت المؤسسة. الثقة في المتطوعين، يعني انت ازاي هتخلي متطوع يمشي في الشارع يلبس القميص بتاعك والشعار بتاعك وانت مش واثق فيه كمتطوع، سواء كانت شاب او شابه. الثقه في المجتمعات اللي بيشتغل فيها، عنصر الثقه ده متعدد الابعاد. المجتمع اللي انا بشتغل فيه، انا مش نازل بشتغل مع المجتمع ان انا اشك فيه، احس ان ابنائه لا شيء، فنكوش يعني، لا انا بثق في قيمه وقدر وقيم كل مجتمع انا بشتغل فيه. الثقة طبعا في الخالق سبحانه وتعالى، دي لا يعني ايه، يعني اقول إيه، لا بديل لها. الثقة في الدروس اللي اتعلمناها في الماضي واخطأنا، احنا اخطأنا، مفيش ولا واحد فينا الا كان ليه وكان ليها اخطاء، سواء كان اخطاء مقصودة او اخطاء عفوية لعدم الخبرة. وكيف نتعلم من أخطائنا اللي احنا عملناها علشان ما نرتكبهاش مرة أخرى، أو نتعلم من أخطاء الآخرين عشان ما نعملهاش. يبقى نثق في ثقة، هنا كتبت فيها 6 نقاط: في النفس ومقدراتها، ومن حولنا من عاملين المؤسسة، بأهداف ورسالة وقيم وقدرات المؤسسة والمتطوعين في المؤسسة، في المجتمعات اللي بنعمل فيها وكوادرها البشرية في هذه المجتمعات، في الثقة في الخالق سبحانه وتعالى، في الثقة في الدروس التي تعلمناها من خبرات الآخرين. ده أول شيء قبل ما يخش يحط رجله في المكتب، يقول انا المدير اللي هو الدايركتور، انا المدير اللي هو الدايركتور، انا المدير. دي نمره واحد، تكون واثق في نفسه او تكون واثقه في نفسها. ال 16 نقطه انا هعدي عليها كتير، لانها لابد تتواجد في داخل شخصيه المدير الموجه، المدير الذي يقود الركب كله امامنا. اول حاجه يكون عنده خبره. كتير جدا من بعض الشباب في جامعات مختلفه يقول لك اصل الشاب ده جاي من امريكا واخد دكتوراه، وايه يعني؟ واخد ماجستير، وايه يعني؟ انا كان في فيلم دايما بضرب المثل باسمه الايادي الناعمه، كان في من الافلام الجميله القديمه المصريه اللي كان فيها صلاح ذو الفقار، وكان ابن يعني من عامه الشعب، واخد دكتوراه. دكتوراه في ايه؟ حتى تخيل بقى يقول لك انا واخد دكتوراه في اللغه العربيه، فكل الناس تقف وتجل وتبجله، لكن هو في ايه في اللغه العربيه؟ في كلمه حتى، او في واو، او في انه، او في كان واخواتها. يبقى ده لغه عربيه. يبقى احنا بنيجي نتكلم خبره. الخبره معناها ايه؟ معناها ان انا قدرت عمل مثل هذا العمل من قبل. يعني ما تجيش مثلا اي واحد ايه، وده كتير جدا المؤسسات الخليجيه، يقول لك اصل ده كان في شركات البترول مدير عام. طب وايه يعني؟ ده كان بيدير غاز وبيدير كذا وبيدير كذا وبيدير كذا، لكن هنا بندير عمل انساني، هنا بندير عمل طبي، هنا بندير عمل اخرى. فلا بد تكون الخبره مش في الاداره بس الميكانيكيه، لكن في خبره اداره الافراد اللي هم بيقوموا بالرساله والمهمه اللي انا بفهمها، خاصه انا بتكلم عن العمل الاجتماعي او العمل الانساني. الخبره والعلم والدرايه بالعمل، مش كل واحد خد شهاده بيجيب يحطه، مش كل واحد جه من امريكا وبريطانيا ومش عارف ايه نحطه، لا الكلام ده انسوا. في ناس وكفاءات، انا كنت لسه بتكلم مع بعض الجمعيات، الحمد لله ان في ناس من ابنائنا في كل دوله وفي كل مدينه كفاءتهم اعلى بكثير جدا من كفاءه من تخرجوا من اوروبا وامريكا، وانا بأشهد على هذا، وانا اقول هذا الكلام امام الله سبحانه وتعالى وامامكم. ولكننا
لا نعتبرهم. ليه؟ لانهم اصلا ما بيتكلموش انجليزي، اصلا ما خرجوش من صنعاء. ايه ده؟ ايه التخلف والانحطاط والانكفاءه، الكفاءه في الشخصيه دي بالخبره والعلم والدرايه بالعمل. انا جاي ما جيش من مصنع علشان ادير مؤسسه خيريه، مختلفه مختلفه تماما تماما تماما. حسن الاستماع، ان انا لازم استمع كموجه ومدير واستوعب، مش استمع فقط، استمع لان ودني الفيل اللي انتوا شايفينها دي تسمع من هنا ممكن تخرج من هنا، لا استمع واستوعب وبعدين استجيب واستفيد. يبقى الاول انا كمدير عام استمع لكل النصائح والانتقادات واستوعب ما قيل لي واستجيب واستفيد من النقد، سواء كان نقد بناء او نقد غير بناء. كل شيء اكتبه. نمرة واحد. نمرة اتنين، اكون صبور وفي نفس الوقت لين وحليم. صبور ولين وحليم، مش كل واحد يخش في المكتب يقفل عليه الباب بتاعه مش عايز اقابل حد النهارده. ليه؟ ده انت مدفوع لك الامر ده الفلوس علشان انت تكون خادم لهؤلاء الناس مهما على اللي هو ايه مركزك. صبور ولين وحليم وايه، وده اخطر حاجه، وعنده رؤيه. ما ينفعش ابدا يعتلي او يجعلس على سده اي مؤسسه مهما كانت خلفيتها، سواء كان خيريه او انسانيه او تنمويه او اي حاجه، من غير رؤيه. من غير رؤيه مش انا بشوف، لا، النظر يختلف عن الرؤيه اللي هي بسبب الفيجن، عشان هو اللي هياخد المؤسسه دي من هنا لهنا. اللي ما عندوش رؤيه ما ينفعنيش، عندي شغل ما ينفعنيش أبدا. أربعة، يكون عارف المؤسسة اللي جاي لها، عارفها من، أو تكون الأخت اللي جاية تديرها عارفاها وعارفة الدور اللي بتقوم بيه إيه. مش وظيفة بس أنا نجحت وعملت السي في حلوة كده ووديتها والناس عاملين كذا وكلمتني كلمتين إنجليزي على كلمتين فرنساوي على كلمتين ألماني على كذا وكان شكلي حلو. لا، يكون عارف دور المؤسسة دي. نمرة واحد. إزاي؟ من خلال معرفة تاريخ المؤسسة، أهداف المؤسسة، رؤية المؤسسة، استراتيجية المؤسسة، فكر المؤسسة. الفكر بتاع المؤسسة لابد تكون أنت عارفه، أنت داخل بتتعامل مع كتل فكرية مختلفة داخل كيانات بشرية. شركاء المؤسسة، رسالة المؤسسة، انتشار المؤسسة الأفقي، هي بتشتغل في كام دولة؟ يعني المؤسسة بتشتغل في دولتين ثلاثة، غير المؤسسة بتشتغل في 50 دولة أو 60 دولة من دولة. وبعدين الفكر الرأسي بتاع المؤسسة له عقيدة بتاعتها، كل مؤسسة لها عقيدة، كل مؤسسة لها شخصية، كل مؤسسة لها قيم. ما ينفعش أكون مدير كبير وقاعد فوق في مكتب جميل وأنا مش عارف الحاجات دي كلها. إن شاء الله يكون واخد كل الدكتورات اللي في العالم دي كلها، ما يلزمنيش. وأنتوا يا شباب روحوا شوفوا السيرة الذاتية بتاع كل من يديركم. المصيبة ان هو بيطبق فينا الان حاجة اسمها ايه، من علامات الساعة الصغرى، ان يوسد الامر الى غير اهلي، الى غير اهلي. نمرة خمسة، المؤسسة ليها شخصية. انا ما اتكلمت، عارف ما هي شخصية المؤسسة؟ هل هي شخصية تنموية، شخصية انسانية، شخصية خيرية، شخصية فيها مرجعيات دينية، شخصية ليها ثقافة معينة محددة إنها بتدافع عن كيان المرأة، كيان الطفل إلى آخره. كل هذه الأشياء اللي كنا عارفها ومستوعبها ومؤمن بيها بس، وأبعاد أركان هذه الشخصية، لأن لكل شخصية بعد، وكل بعد ركن، وكل ركن أبعاد أخرى. يا شباب اتعلموا صح، اتعلموا صح، تعلمه صح، تعلمه صح. يكون عنده حسن ودورية التواصل، لأن هو داخل أو هي داخل المؤسسة تكون ملمة بكل الموظفين اللي عندها في المؤسسة. تعد عليهم الصبحية، صباح الخير، صباح الفل، لقاءات دورية تواصل فيها، وتواصل فيها المدير العام اللي هو مش اللي هو اللي مسمين موجه، والذي يدير دفة المؤسسة، في رسائل أسبوعية، رسائل يومية، اطمئنان على حالة الموظفين. إن شاء الله كلمة صباح الخير يا مؤسسة.
صباح الخير يا مؤسسة لكل الناس. في مؤسسات فيها 1000 و2000 و3000 و5000 و10000 موظف، والمدير عمره ما زار الحاجات دي كلها. فلما تيجي كلمة صباح الخير للناس دول، او السلام عليكم، او كيف حالكم، بترفع من روح، ودي بتبقى انتوا على مستوى ايه؟ على مستوى المدراء وعلى مستوى الغفراء. فتفقد كان عندي حلم حياتي من كام يا ربي؟ قول من 20 سنة تقريبا، او 25، لا يعني من 20 ل 25 سنة، لما جالنا شاب مبدع في الكمبيوتر او في الاي تي زي ما انتم بتقولوا دلوقتي عليها دلوقتي. كنت انا بقول له يا دكتور احمد، انا نفسي اعمل حاجة اسمها صباح الخير يا مؤسسة. قال لي يعني ايه؟ يعني انا توصل رسالتي للعامل اللي موجود في مكتب مش في كابول بقى، اي في اورزجان او في كندهار او في قرية من قرى جنوب السودان، عشان اشوفه ويشوفني كأنه اطمئنان، عشان تتواصل مع كل عامل داخل المؤسسة. لماذا؟ لان انت مسؤول عنهم كلهم، وانت مسؤولة عنهم كلهم. يبقى حسن ضرورة التواصل مع كل العاملين في المؤسسة زائد المؤسسات الاخرى، لان انت مش وظيفتك الا ان انت بتفتح الابواب، فبتروح المؤسسة الاخرى ازاي تتعامل معاها ومع رؤسائها ومع الناس الموجودة فيها. ده نمرة 6. نمرة 7، الايمان. في حاجة مهمة جدا، انت دلوقتي مش مدير تنفيذي قاعد 24 سنة في الحسابات او في كذا، لا، انت مدير توجيهي دايركتور. وظيفتك انك تتحدث عن القطاع، القطاع اللي جوه مؤسستك هي جزء منه، عشان القطاع ده تدافع عنه وتحاول تبنيه وتحاول تعمل فيه شراكات. يبقى الايمان بقيمة القطاع اللي انت بتشتغل، لمؤسستك بتنتمي اليه. الخير الانساني، التنموي المجتمعي، الانتماء للمؤسسة. لما 8، الإمام الحيادية. ما عنديش خيار وفقوس، ما عنديش أبيض وأسود، ما عنديش أحمر وأخضر، أصفر وبني، ما عنديش حيادية وعدم الانحياز والشفافية والمرجعية. إيه مرجعيتك؟ مين اللي بيحاسبك؟ مين اللي بيحاسبك ومين اللي بتحاسبك؟ المحاسبين بتقول أنا فوق القانون. لا، أنت لست القانون، انت مش القانون، ولا انت فوق القانون، ولا انت كانون حتى زي ما كنا زمان على الشاي زمان. المحاسبيه والتواصل، التواصل مع الاخرين، والايمان بالتسبيك مع الاخرين، وبناء الشراكات والتحالفات الى اخره. ده قاعد بيفكر، عنده مخ، مخه ده لابد انه يفكر بيه، عندها مخ للتفكير مش للتنفيذ. البذل والعطاء والتضحيه، ما ينفعش مدير يعمل حتى لو كان في شركة، لابد يكون يعطي أكثر من الآخرين. البذل والعطاء والتضحية والإيثار وتحمل العناء، كل شيء، الأشياء دي كلها تبقى مسلمات وبديهية. ليه؟ لأن اللي طالع على سدة المؤسسة ده بيكون عدى عليه 20 أو 30 سنة تدرب في مجالات مختلفة داخل أعمال مختلفة في نفس التخصص اللي هو ده رايح فيه. يكون بيؤمن بالتمكين. أنا عندي الشباب هربيهم تفويض، بفوت، تعالى يا فلان وفلان وفلان، انتوا امشوا اشتغلوا. ها؟ انه ما يحطش ايده بسبب الانجليزي احنا هاندز اون، لا، عندك هاندز اوف، مش هاندز اون. ولا انت ليه قاعد مدير فوق عشان تعمل لي الشغل اللي المفروض بيعمله النائب بتاعك او السكرتير؟ لا، المدير ده ما يبقاش يقعد زي السكرتاريه. وللاسف 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 حاصل دلوقتي، حاصل في اماكن كتير جدا. يكون عنده القدرة على المعايشة، معايشة الناس ومشاكلهم. تلاقي انت مثلا دخل عليك السكرتيرة بتاعتك او حد، او في ايه المشكلة اللي عندكم يا شباب، كذا كذا كذا، نقدر نعيش معاهم في المشكلة ونجد لها حلول. انا قلت المراجعة قبل كده، يكون عنده القدرة على التعلم والتفكر كذلك، لانك انا عايز منك فكر، انا عايز منك فكر، انا عايزك منك رؤية، انا عايز منكم علم. التقدير والاحترام والتحفيز، انت ما يعني ابتسامتك للناس دي اشراقه، اشراقه اشراقه، يعني ايه؟ بيحس ايه ده ضحك لنا. تخيلوا مثلا انتوا لما تكونوا عايزين ايه تقابلوا حد، والحد ده يعني وزير، وسلم عليكم وضحك لكم، يا سلام على السعاده اللي بتيجي للانسان.
هو انسان بشر زيك، لكن البسمه في وجه اخيك والبسمه في وجه اختك صدقه. بعد النظر يكون عنده نظر بعيد ورؤيه، زي ما اتكلمت عليها، والرؤيه والحكمه حكيم، ما يتسرعش، ما يكونش عنده ضيق افق في كل ما يرى او في كل ما ترى. دائم الاطلاع، محاوله الفهم، ومحاوله استقراء، يعني قراءه ما بين السطور، ومحاوله استنباط الاحكام واستخراج الاحكام مما يقرا. هو مش هيبقى ببغان، وهي مش هيبقى ببغان، احنا طالعين حاطين كتابين وهنقولهم في المؤتمر وكان الله بالصلاه عليهم. لا لا لا، احترام الثقافات المحليه للمجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها. انا نازل اشتغل في مجتمع معين قبل ما ابعت عند متطوع، قبل ما ابعت له موظف، خليهم يدرسوا ثقافه المجتمعات المحليه لكي تصطدم ثقافتنا الغربيه او الشرقيه بالثقافه بتاعتهم هم، لانهم فقراء يبقى هم دونيين ونحن ايه بالنسبه لهم لا العليا. ابدا ابدا ابدا. معرفه واحترام الثقافات المحليه المختلفه في الدول التي نعمل فيها، القدره على تمثيل مؤسسه. انا احب يعني في مؤتمر دولي كيف امثل مؤسسه؟ انا مش همثل مؤسسه ان انا اجيب ورقه كده كتبتها وطلعتها من كذا ورقه تانية، لا، انا همثل مؤسسه ان انا هضع فكر ورؤيه جديده تحل مشكله من مشاكل عويصه داخل مسار المؤتمر. كتير جدا من الشباب يروح يقول لك فلان قال وفلان قال، طب وبعدين وانت قلت ايه؟ انت هتفضل طول عمرك تقول لي فلان قال، وبعد ما فلان قال وفلان قال، طب انت هتعمل ايه؟ طب هم عملوا كده هناك وانت عملت ايه؟ طب هي عملت كده هناك انت عملت ايه؟ ما تجوش بقى تقولي لي كل شويه فلان قال وفلان قال وفلان، لا، انا عايزك انت اللي تقول، وانت اللي تقولي، وانت اللي يكون عندك رؤيه عشان تستطيعوا تقودوا بها المجتمعات والمؤتمرات. قدرة على التمثيل مؤسسة في المؤسسة. يعني معناها قدرة كده في التمثيل ده انه حسن الأداء، حسن الإلقاء، حسن التحدث باللغات المختلفة إن أمكن. دول 16 نقطة أنا قلت أما أقول لهم عليكم، وأرجع أرجعهم أقولهم تاني: الخبرة والعلم والدراية بالعمل الذي سوف نقوم به، حسن الاستماع والاستيعاب والاستجابة والاستفادة مما سوف يقترح الآخرين، الصبر واللين والحلم والرؤية، معرفة المؤسسة التي سوف ترأسها وترأسها ودورها دور محوري في من خلال اطلاع التاريخ والاهداف والرؤيه والاستراتيجيات والفكر والشركاء الى اخره، معرفه شخصيه المؤسسه، حسن ودوريه التواصل مع العاملين والمسؤولين في المؤسسه والمؤسسات الاخرى، الايمان بقيمه القطاع نحن بننتمي اليه، الايمان بالحياديه وعدم الانحياز، الشفافيه، المرجعيه المحاسبيه الى اخره، البذل والعطاء، التمكين والتفويض والاداره عن بعد، والمعايشه والتقدير والاحترام والتحفيز، بعد النظر والحكمة، دائما التعاون. كل هذه 16 نقطة. يعني واحد يقول طب يعني انت وجعت راسنا بقالك دلوقتي كام؟ يعني اقول لكم هو انا بقالي كام اوجع راسكم؟ بقالك 25 دقيقة او 23 دقيقة وبعدين؟ يعني في مشكلة. انا اقول لكم فين المشكلة بقى؟ في النقط اللي موجودة هنا دي. المشكلة بتحصل ايه لما يكون مدير الإدارة ما بيقومش بدوره وبيقوم بدور الموظفين الصغيرين. ودي انا شفتها بعناية دي بأم عيني. وحصل مشكلة بيننا وبين أحد المؤسسات المانحة، اللي هو كان رئيس المؤسسة يصر دائما على إنه يقعد يقول لك أنا اللي هكلم الناس اللي في مكاتبك اللي بيكفلوا أيتام. يقول له يا سيدي أنت راجل رئيس وأنا رئيس، نتكلم مع بعض، وبعدين عندك فلان الفلاني مسؤول الطوارئ، كلم مسؤول الطوارئ اللي عندك، كلم مسؤول الطوارئ اللي عندي، عندك تحت مسؤول الطوارئ في مسؤول مكتب، في مثلا في البوسنة مسؤول مكتب، في الشيشان مسؤول مكتب، في السودان مسؤول مكتب، في مصر آخر، يكلم يعني نبتدي نوزع. لا يمكن، لا يمكن، والكلام ده كأنه عقيدة، كأنه عقيدة. فاختلفنا مع بعض ففكنا الشراكة. أما أحبش أنا مدير يكون مدير كبير كده قوي 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 فنتوس وحنتوس وكتكوت يقعد مدير على الشيكات. انا مش بديك المبلغ الكبير ده وحطك في المكان ده ومديك الحيثيه دي عشان تخش لك كل يوم تمديلي على الشيكات والتحويلات. انت مالك؟ انت في ميزانيه هقول لكم تعمل ازاي. دي
انه يوافق على طلبات، يعني واحد عايز ياخد اجازه لازم نجيب له مدام مدير كبير. ده بيفكرني بالافلام الابيض والاسود المصريه القديمه اللي من 50 60 سنه، انت من احنا بنضحك عليها دلوقتي، انه بيدخل في امه التنفيذيه اللي بيقوم طب انت عملت كده ليه؟ طب انت كلمت فلان، انت مالك انت انا بكلمها، دي موظفتي انا مش موظفتك انت، انت ليك مني النتائج، انا كيف ادير موظفتي دي مش مشكلتك. يكون القرار مركزي، ما فيش حاجه تمشي داخل المؤسسه الا لما تروح للمدير. غلط، احنا مش بنوظف تراتير، احنا مش بنوظف امعات، احنا بنوظف كفاءات عشان هم يستطيعوا يديروا الوحدات والادارات والاقسام. عدم اعطاء صلاحيات التفويض والتمكين، ده بنمكن حد وانا بدي صلاحيه لحد قاعدين الكل يرجع لك، فلذلك لن يستطيع، وده اللي بيضايق الواحد. مثلا بنتصل ببعض الجمعيات بدون ذكر اسماء بعد سنه وارسال للامور وزي ما تقول ايه اقتراحات وكذا وكذا وكذا، الموظف يكتب كلم فلان كلم، نرجع نكلم فلان وفلان وفلان وفلان، الورق موجود عنده لانه مش مفوض مش ممكن. ترجع مره ثانيه يقول لك طب روح كلم، طب يا ابني ما تديله التمكين، يعني عشان توافق على شيء تاخد 6 اشهر وسنه، لان ما فيش تمكين ما فيش تفويض. المشكله كده وحاصله، حاصله حاصله الى يومنا هذا، مش فقط في الشرق، في الغرب كمان. حتى لما بنحضر مؤتمرات فعالة بنسأل المدير، انت مالك انت يا مدير كبير، انت عندك المدير المباشر ليك بيديك في الميزانية بتاعتك بتمشي خلاص، لكن الكبير ده ما ينفعش. وانا بتكلم عن المدير الكبير قوي اللي هو بيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن نفسها، ده وهي ما عندهاش الحيثية والقدرة على الإدارة والتوجيه. ان ساعات بياخد القرار او ساعات بياخد القرار بدون ايه مرجعيات، إذا كان عامل مجلس إدارة إلى آخره. يعني. بيتخطى الصلاحيات بتاعت مدراء التنفيذيين اللي تحت إيده من خلال التواصل المباشر مع مين؟ مع المرؤوسين بتوعهم، وده خطر جدا 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 إنه يخش يستمع المدير ده للمشكلة مباشرة محط دون وكأنها إيه؟ ما لهمش مدير تنفيذي يمشي أمره. طبعا النقطة اللي هتكلم فيها عدم الالتزام بالميزانية والاستراتيجية والأهداف والخطة السنوية أو الاستراتيجية، يبقى إيه حفظ له كده ماشي كده بالهبولي، وتعيين أفراد دول الرجوع الهيكلية أو السياسات إلى آخره. دي بعض المشاكل اللي الواحد شافها وكانت قلوبنا تدمي وتعتصر حزنا على إهدار الأموال لفردية اتخاذ القرار. الأموال ليست أموال الجمعية، الأموال أموال الفقراء. في بعض المشاكل اللي بتحصل بصفة دورية وما زالت تحدث الآن حتى هنا. المدراء المؤدلجين مصيبتهم سودة، دول عايزين كل حاجة اسطمبة. ليه؟ احنا عندنا أبيض، إن خلقناكم يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، خلاص أب وأم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا حطها قاعدة، أنا كله مؤدلج، وبعدين مش هنخرج من المربع ده كله، والناس التانيين دول مش عندهم فكر لكن عندهم قدرة، واللي ما استوعبهمش إلى آخره. دي بعض المشاكل اللي أنا بقول عليها إنها موجودة بطريقة فجة في أماكن كتير جدا، وليس فقط في الشرق ولكن في الغرب أيضا. وهي سبب إهدار، أنا أقول لكم سبب إهدار كبير للمال العام، سبب إهدار كبير للمال العام داخل هذه المؤسسات، حتى لو كانت هذه المؤسسات تدعي التدين والتخلق والأخلاق إلى آخره إلى آخره إلى آخره. دي المشكلة حصلت لنا. كلمنا عن المشكلة، طب ايه الحل بقى يا ابو الحل؟ ايه اول حاجة؟ لابد يكون عندنا وصف وظيفي من العامل والمنظف وبتاع الشاي الى المدير العام اللي فوق، وصف وظيفي وكل بيلتزم به. وصف وظيفي انا قلت من العامل
والحارس واللي بيعمل الشاي والمنظف لغايه الراجل الكبير او الست الكبيره. بكل مدير عام ومدير قطاع ومدير اداره ورئيس قسم ورئيس وحده اسمها. الوصف الوظيفي ده بيكون نديله الصلاحيات والمسؤوليات. مفيش صلاحيه من غير مسؤوليه، مفيش مسؤوليه من غير صلاحيه. من غير وصف وظيفي مفيش. يكون في خطه سنويه ليها ميزانيات، وكل قسم ليه ميزانيه محدده بناء على الانشطه اللي هيقوم بها القسم، ويكون صلاحيه رئيس القسم في الصرف دون الرجوع حتى لرئيس المباشر. لان خلاص انا اتفقت معاك، يبقى انت بتسلم الميزانيه للي هو الماليه، والماليه بتراجع. والله انت ميزانيه القسم ده نص مليون جنيه مثلا او ريال او كذا كذا، انت ليك انك عندك ميزانيه وعندك برنامج عند الموظف اللي هو بتاع الحسابات، ما يقدرش لك شيء الا وانت خرجت عن الميزانيه. وانت بتراجع مع المدير المباشر بتاعك ايه الامور بتاعتك كل 3 اشهر. عمل ميزانيات محدده لكل من هذه القطاعات والوحدات والادارات، يستطيع من خلال المدير المباشر من انفاقها من خلال صلاحيات وظيفته دون الرجوع للمدير او للمدير الاعلى بموافقه المدير المالي للمؤسسه. يبقى الصمام الامن بعد موافقه المؤسسه على ميزانيه القسم هو المدير المالي. يكون في مراجعه دوريه عايزين تعملها كل شهر، كل شهرين، كل 3 اشهر زي ما انتم عايزين. نمره 3 ده الاصلاح. نراجع الاداء الدوري لكل واحد فينا، مش نفضل سايبين ناس. يعني في مؤسسات ما زارتش مكاتبها المدنيه لمده 5 و6 سنين واكثر، مصيبه سودة. ما دربتش موظفينها لمده 10 سنين وبعدين يجي يقول بعد 10 سنين اصل الموظفين دول غير ما عندهمش كفاءه. لا، اللي ما عندوش كفاءه هو اللي فوق. ولو جاب ناس تانيين متدربين برضك هيحصل نفس الموضوع، فهيسيبوه ويمشي. لانه لن يستطيع ان يدير او لن تستطيع ان تدير مدراء اكفاء. مراجعه الاداء، عمل برامج تدريبيه وتاهيليه لكافه العاملين داخل المؤسسه على انواع الاداره المختلفه اللي تحتاجها المؤسسه وغيرها. ايجاد وسائل لتقديم اقتراحات، يعني احنا بس مش موجودين اقتراحاتنا شكاوي، لا. كيف يصل الاقتراح من العامل البواب الحارس وبتاع المنظف لغايه رئيس مجلس الاداره، كيف يصل الاقتراح ده؟ قد يكون احسن اقتراح للمؤسسه هو الاقتراح اللي بيقدمه البواب او الحارس او السواق او اللي بيعمل الشاي، بس كيف يوصل ده لرئيس المؤسسه؟ او بردك الشكاوي. يبقى في لقاءات دوريه مع الموظفين بصفه اداريه على مستوى الاداره وبصفه مؤسسيه على المؤسسه مستوى المؤسسه كلها. علشان ايه؟ تدرس الانجازات والاخفاقات لكل اداره، يكون في شفافيه للمساءله للمدراء امام الموظفين ايضا، واستفاده من تجارب القطاعات الاخرى المختلفه وتجارب المؤسسات الاخرى، مناقشه المبادرات الجديده ذات الطابع الاستراتيجي لمعرفه اراء العاملين قبل تحويلها الى مشاريع وسياسات واستراتيجيات. ده بالنسبه للقاعات الدوريه اما على مستوى القسم او الاداره او القطاع او المؤسسه. نمره 8 في الحل، عمل برامج تاهيليه لابد. علشان ايه؟ ده اخطر حاجه في كل مؤسسه، ما بنربيش قيادات للمستقبل، بنربي عقول داخل العقول. نربي عقول داخل العقول، ما بنربيش قيادات للمستقبل. لابد، لزاما علينا واصبح فرض. يعني احنا عندنا هنا هو في بريطانيا، انا اقول لكم بمنتهى الصراحه، عندنا جفاف وقحط في الموارد البشريه، لان كافه المؤسسات بتعمل ريسايكلينج، توزيع او تدوير الموظفين بينها وبين بعضها البعض. ده ما حصل استجنيشن، ايه، ركود زي ما بيحصل كده في المستنقعات، ركود فكري عند الموظفين دول. انا بتكلم عن دوله
الدول اللي العمل الخيري فيها مضيق، قال لا بتكلم عن بريطانيا. ما بنعملش تربية لقيادات شابة داخل المؤسسة من خلال برامج عملية وبرامج توجيهية. عمل برامج تأهيلية تربوية لبناء قيادات المستقبل من داخل المؤسسة ومن خارجها. أنا بس مش هربي موظفيني، لا أنا هجيب حد. الشباب اللي مش لاقيين وظيفة بره أأهلهم، أديهم الحيثيات والمهارات عشان يستطيعوا أنهم يكونوا في المستقبل قيادات للمؤسسات. عمل برامج تأهلية تربوية لبناء قيادات المستقبل من داخل المؤسسة ومن خارجها لكي نستطيع أن نحدث، اسمعوا، ثقافة جديدة داخل المؤسسة لم تكن معتادة عليها من قبل، وكذلك لكي نستطيع إيجاد قيادات تكون قادرة على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي وقع فيها المديرين من قبل. احنا ليه من يعني لما نضرب احنا المثل على أندية الكورة دي، دايما بيجيبوا عاملين لهم أكاديميات، دايما بيشتروا لعيبة جدد يجربوهم علشان ما يعتمدوش على واحد ينكسر أو واحد يكون الكفاءة بتاعته قلت وقدامه فرق أخرى كفايتها ارتفعت عليه. تسعة، ودي مهمة جدا 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 جدا، أنا أتمنى إن الشباب يشوفوها على الزوم، لابد أن نغير الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي إيه لابد ان نغير الوصف الوظيفي للمدراء الكبار، بحيث ان كلمة دايركتور دي يكون الوقت بتاعه من 50 ل 70% ما يعملش فيه اي عمل تنفيذي، اي عمل تنفيذي، ها، لانهم مش مديرين تنفيذيين، هم بيوجهوا. يبقى بالنسبة للوصف الوظيفي للمدير العام ده 50 ل 70% من وقته أو من وقتها ما يكونش للتنفيذ. يعمل إيه بقى؟ أول حاجة الاطلاع والقراءة والتحليل واكتساب الخبرات والمعلومات الجديدة، لأنه قاعد عشان يجيب لنا فكرة عشان يوجه المؤسسة أو توجه المؤسسة. السفر والاطلاع على ما يحدث في العالم سواء كان من خلال مؤتمرات دولية أو وزارة المكاتب المدنية، أنت مش هتيجي تقعد لي في المكتب هنا تقرا الجرايد تشرب القهوة، لا، الكلام ده انتهى من أيام عصر الأبيض والأسود، السينما الأبيض والأسود. كتابة الآراء هو يجيب لي مبادرات جديدة وآراء جديدة عشان تناقشها المؤسسة ورؤى جديدة. التعرف على الفرص المتاحة الجديدة اللي في المجتمعات الأخرى أو المخاطر اللي حجلنا. التعرف على الفرص المتاحة والمخاطر، تعرف على الفرص المتاحة والمخاطر اللي بتواجه ايه المحتملة اللي بتواجه المؤسسة. بناء الشراكات والتحالفات مع الآخرين ده دوره أو دي دورك، أنت تعملي شراكات مع الآخرين سواء كانت حكومات أو جمعيات أو مؤسسات أممية إلى آخره إلى آخره. الحصول على دعومات مادية ومعنوية من المجتمعات الأخرى، والحصول على تأييد شعبي ومجتمعي من المجتمعات اللي احنا بنعمل فيها. والنقطة اللي هي دي معاه اكتشاف وتدريب القيادة، زي ما اتكلمت أنا إيه في النقطة اللي فاتت، اكتشاف وتدريب القيادات الشابة الجديدة. يبقى زي صياد أو تكون صيادة للرؤوس، بحيث أنا لقيت الشاب أو الشابة دي أنا عايز أجيبها وهدربها وهصرف عليها عشان دي هتكون بعد 10 سنين مدير او مديره. اكتشاف وتدريب القيادات الشابه الجديده من داخل المؤسسه او من خارجها. نخل الخبرات، انا اصبحت عندي خبره 42 سنه عامه، مش انا بتكلم عن نفسي انا كمدير. الخبره دي انا هنقلها لكل الموظفين عندي داخل المؤسسه، زائد هنقلها للموظفين في المؤسسات الاخرى. ليه؟ لان انا كعامل مجتمعي ملك المجتمع وليس فقط ملك المؤسسه. ليس فقط ملك المؤسسه. نقل الخبرات الى كافه العاملين في المؤسسه كذلك والمؤسسات الاخرى ايضا. مفيش احتكار للمعلومه، المعلومه مش بتاعتك مش بتاعت جمعيتك، المعلومه بتاعت الشارع، لا
ان اللي علمنا ان نكتسب خبره هذه المعلومه هو الفقير والارمله والمسكين والنازح والشريد. هم دول اللي علمونا، هم دول اللي علمونا هذه الاشياء. ناخذ الخبرات لكافه العاملين في المؤسسه وكذلك المؤسسات الاخرى، لان هذا هو الدور، هذا الدور هو جزء من رساله مهمه وظيفه المؤسسه. المشاركه في عمل بحث، البحث ما عملوش انا لوحدي، لا اجيب ناس معايا يعملوا بحث، احنا نشارك. وعمليه الشراكه تكون تصبح قاعده ايمانيه في داخل صوره العمل المجتمعي. المشاركه في عمل البحث او الابحاث الجديده تخص القطاع الخيري الانساني المجتمعي التنموي من جهه، ومن جهه اخرى تواجه المشاكل التي سوف يواجهها هذا القطاع. الدفاع عن حقوق المجتمعات، انا وظيفتي كراجل كبير ايه؟ اروح اعمل كذا زي القطه المغمضه؟ لا، انا اقف اتكلم عن قضيه اليوغور، اتكلم عن قضيه الروهينجا، اتكلم عن قضيه فلسطين، اتكلم عن قضيه اليمن، اتكلم عن قضيه سوريا، اتكلم عن قضيه الكونغو الديمقراطيه، اتكلم عن قضيه الارهاب، اتكلم عن عماله الاطفال، اغتصاب الاطفال والنساء وكذا وكذا وكذا، كل هذا في اي مكان في العالم. مش بس عشان المسلمين، لا، مسلم وغير مسلم، ابيض وغير ابيض، في كل مكان. يبقى احنا بنتكلم ايه؟ اللي هو المشاركه في عمل ابحاث للدفاع عن حقوق المجتمعات المنمشه داخل المجتمعات الاشد فقرا او مجتمعات اللاجئين والنازحين والاقليات المضطهده، زي ما احنا شايفين في سوريا. شايفين في سوريا دلوقتي ان حتى الخيام مش موجوده في اماكن بتنزل فيها امطار وثلوج. افيقوا ايها الناس، افيقوا ايها الناس، افيقوا. ده دوري انا، دوري انا يا مدير مساعدة الحكومة المحلية. أنا رايح علشان رغم فيها فساد، أحاول مع المسؤولين أحارب مثل هذا الفساد، وساعدها في وضع رؤى لمستقبل مجتمعاتها، وكذلك كافة كفاءات العاملين من أبناء مؤسسات المجتمع المدني هناك، وكذلك العاملين في المحليات والمؤسسات الحكومية الأخرى في اللي هو المجتمعات الفقيرة. الخاتمة بقى إيه؟ إحنا اتكلمنا عن من هو المدير الموجه المرشد اللي هو المرشد العام، وكلمنا على الخصائص بتاعته. من اهم خصائصه اللي هي الثقه، بناء الثقه. بعد كده قلنا المشكله ايه، المشكله من قلنا الحل، حطينا 10 نقاط الحل. الخاتمه بقى عشان نختم، وانا طولت عليكم وبتجيلي تليفونات كتير للاسف، يعني اتصالات، لكن قدر الله ما شاء فعل. الخاتمة، نحن نبني هذه المؤسسات من أجل خدمة المجتمعات وليس من أجل خدمة الأشخاص أو العائلات أو الأحزاب أو الجماعات. نحن نبني هذه المؤسسات من أجل خدمة المجتمعات وليس من أجل خدمة الأشخاص أو العائلات أو الأحزاب أو الجماعات. وكل هذه التشكيلات تعد جزءا من النسيج المجتمعي. كل اللي أنا قلتهم دول وغيرهم جزء الكبير الذي يمثل الوطن الذي نعيش فيه. كل هذه التشكيلات التي ذكرتها تعد جزءا من النسيج المجتمعي الكبير الذي يمثل الوطن الذي نعيش فيه. إن المجتمع يحتاج منا في عصرنا الحديث هذا إلى بناء هذه التشكيلات المؤسسية التي تكون قاعدة البناء المجتمعي، تكون قاعدة البناء المجتمعي القادرة على بناء كافة المسارات المجتمعية التي تقدم الخدمات لأبناء الوطن. إن المجتمع يحتاج منا إلى بناء هذه التشكيلات المؤسسية لتتكون قاعدة البناء المجتمعي القادرة على بناء كافة المسارات المجتمعية لتقدم الخدمات لأبناء الوطن. فحينما نتصدى إلى بناء هذه القواعد المجتمعية، علينا أن نؤهل أبنائها وأجيالها على قيادة التتابع في مسيرة البناء المجتمعي. تتابع، مفيش خلود، فيش خلود 20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة، فيش خلود. فكل منا يسعى إلى تسليم المهمة إلى من بعده على أكمل وجه، وليس اتباع سياسة أنا من بعد الطوفان أو كلما جاءت أمة دعت أختها. إن قيادة المجتمعات مسؤولية ومهمة شاقة، لابد علينا من أن نعد لها الأفراد الصالحين للقيام بها على أكمل وجه، غير ناظرين. احنا بنتكلم عن مجتمع، بنتكلم عن وطن،
نتكلم عن حزبية وإثنية وعرقية وكذا. إن قيادة المجتمع، إن قيادة المجتمعات مسؤولية ومهمة شاقة لابد علينا من أن نعد لها الأفراد الصالحين للقيام بها على أكمل وجه، غير ناظرين في كثير من الأحوال إلى الثقافة والمرجعيات الدينية والعرقيات والتاريخ والمجتمعات اللي أنت فيها. نشوف الكفاءة اللي عندهم وانتمائهم للوطن وحبهم للمجتمع وحبهم لقيم المجتمع، ونشركهم معنا في قيادة هذه المجتمعات لبناء هذه الأوطان. فالوطن هو البوتقة التي تنصهر في داخلها كل هذه القيم والأخلاقيات والأعراف والثقافات الممثلة لمن؟ لشخصية هوية الوطن والمواطنين. لكل وطن هوية وشخصية، ولكل مواطن وطني هوية وشخصية. فإن أردنا أن نبني وطنا أو أن نبني مجتمعا، فعلينا أن نبني الفرد القادر على صناعة هذه التشابكات. فإن أردنا أن نبني وطنا أو أن نبني مجتمعا، فعلينا أن نبني الفرد القادر على صناعة هذه التشابكات الهندسية داخل أركان الوطن، داخل أركان الوطن لكي يصبح وطنا، أو بين جنبات المجتمع التي نسير بينها لكي تكون من هذه المجتمعات الصغيرة المتشابكة هي الصانعة للوطن الأكبر، إما داخل المجتمعات أو داخل أركان الوطن، مهما واجهتنا الخطوب والظروف. فإن أردنا أن نبني وطنا أو أن نبني مجتمعا، فعلينا أن نبني الفرد القادر على صناعة هذه التشابكات الهندسية داخل أركان الوطن لكي يصبح وطنا، أو بين جنبات المجتمع التي نسير بينها لكي تكون من هذه المجتمعات الصغيرة، تكون من هذه المجتمعات الصغيرة المتشابكة هي الصانعة للوطن الأكبر، مهما واجهتنا الخطوب والظروف. هذا فقط ما أردت أن أعيش معكم من خلاله في رؤيتي للمدير اللي ما يقعدش يفتح جوابات. كان عندنا مدير زمان من حبايبي، يعني تخش عليه في المكتب يقول لي انا اللي بفتح الجوابات، وانت مالك انت؟ انت مالك؟ انت مالك انت؟ انا قاعد تحت بستقبل المتبرعين، انت مالك؟ دي مش وظيفتك، دي مش وظيفتك. التواضع زيادة عن اللزوم ده خيبة. تواضع لكن في موضع التواضع، تواضع لكن في موضع التواضع، تواضع لكن في موضع التواضع. جزاكم الله خير. هنقولها إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة بالإنجليزي إن شاء الله، ودعونا إن شاء الله نكمل المسيرة بتاعت سوريا اللي إحنا بدأناها الأسبوع اللي فات. يعني نحن مجرمون، هل نحن مجرمون؟ دي هنكون عن اليمن وعن دول أخرى وعن أماكن أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.